كنحضر واحد المجموعه اللي هي يعني اول مره غادي نشتغل بهذه الطريقه هذه واول مره غادي نشتغل بالوان مختلفه لانه انا معروف عليا يعني كاين واحد المزيج من الالوان يعني مبهجه كيف ما كنقولوا يعني شويه شعله. هذه المره غادي نخدم بلي كولور باستيل باش غادي يخرجوا لي لو تيم ديالي احسن. اليوم يعني ماشي بحال الامس ولات العولمه ولات يعني الانفتاح ماشي العولمه ولكن الانفتاح غنقول اكثر على الاعلام الناس ولاو كيسافروا اكثر يعني كاين واحد التلاقح فني وفكري بين الثقافات الناس كيسافروا بزاف يعني اصبح من السهل ان الواحد بغى يبحث على اسواق عالميه كيشارك في معارض كيشارك في عروض كيشارك في 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 في, في دي سيمينير يعني كاين بزاف ديال الطرق اللي الواحد كيقدر يتواصل بها يعني كتقدر تجيك اذا كنتي نشيط مثلا على المواقع الاجتماعيه كيقدروا يجيوك مثلا عروض اعمال ولا عروض تجاريه يعني او تبادل تجاري يعني ما بقاش المسألة صعبة خاص غير الإنسان يبحث وخاص الاجتهاد في العمل طبيعة الحال.